السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله وكيف ما طلبتوا مني غنقترح لكم وصفة سهلة مهلة ولذيذة جدا للعشاء. غتكون عبارة على تورتية بالبطاطس المسلوقة والفرماج، وكذلك شرائح لاداند أو الديك الرومي المقرمشة والصحية. فنتمنى أن هذه الوصفة تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. فعلى بركة الله غادي نبداو اولا بالديك رومي او لدان اللي قطعتو على شكل شرائح بحال هذا الشكل، ودوزت عليه بالدلاك حتى ولا لي على شكل ديال ستيك شي رقيق. فانا تقريبا عندي 400 غرام، والكمية كتبقى دائما حسب افراد الاسرة، وكنحاول انني نشف هذا اللدان جيدا من اي سوائل يكونوا فيه. فانا يلا غسلتو فكنحاول نشفو جيدا من الماء. فمن بعد ما كنشف اللدان ديالي جيدا كنبدا ندير له التوابل ديالو. كندير واحد شي ديال الملح حسب الذوق، شي ديال الابزار او الفلفل الاسود، وملعقه صغيره من خلطه الاعشاب المنسمه كتبقى اختياريه. كندير واحد الخيط ديال زيت الزيتون او زيت نباتيه حسب الرغبه. كنخلط جيدا هاد اللدان وكنخليه جانبا يشرب شويه ديك الشاموله او داك التوابل اللي درنا له. فانا هاد اللدان ما غاديش ندير له شي توابل يعني خاصين او غادي نكثر له يعني التوابل، فانا بغيتو هكا يبقى المذاق ديال اللدان يبقى هكا باين، ما بغيتش نكثر التوابل. فالمرحله المواليه غادي نحتاج هنا الكورن فليكس او رقائق قدوره اللي شديتهم بحال هكا هرمشتهم جيدا بالدلاك ما كنطحنوهمش باش يبقاو هكا حرشين. غادي نحتاج الدقيق الابيض، وغادي نحتاج البيضه واحده. كناخذ ديك البيضه كنضيف لها القليل من الملح وشويه ديال الابزار باش تجيني ديك الطبقه الخارجيه بنينه وما تجيش هكا مسوسه وباتله. ومن بعد كناخذ دوك الشرائح ديال الديك الرومي او لدان وكنبدا ندوز كنبدا ندوزهم اولا في الدقيق الابيض ثم البيض ثم الكورن فليكس المهرمش. اذا ما كانش عندكم الكورن فليكس ممكن تعوضوه بالسميد، السميده اللي كنحضروا بها الحرشه اللي كتكون شويه هكا متوسطه ما كتكونش رقيقه ما تكونش رطبه. وكنكمل بنفس الطريقه دائما، وكنحط الشرائح ديالي في شي صينيه اللي اما نكون واضعين فيها ورق ديال الطبخ اما نكون دهناها بشويه ديال الزيت. من بعد ما كنسالي الشرائح كاملين اللي عندي انا كندخلهم في الرا اللي يكون مسخن جيدا، كنخليهم تقريبا من 20 دقيقه الى 30 دقيقه او حسب الحراره ديال الفرن ديالكم. ما كنخليهمش فتره طويله في الفرن حتى كيقساحوا وينشفوا. معروف على اللحم ديال ديك الرومي او الدجاج كيطيب بسرعه. الان غادي ندوز باش نحضر طورتيه. فهنا عندي خلط ما بين البطاطس الشوفلور والجزر، اللي البطاطس والشوفلور فورتهم والجزر سلقتو باش يعني وضعتهم في طنجره الضغط. ففي اناء غادي ناخذ هنا البيض، فكيف كتلاحظوا هنا خرجت لي جوج صفار بيضات، بيضه واحده كنت دايره ثلاثه ديال البيضات خرجوا اربعه سبحان الله. فكنهرس البيض، كنضيف كاس الا ربع من الحليب تقريبا 110 مليلتر من الحليب، عندي واحد 5 معالق من الجبن المبشور او الجبن الاحمر المحكوك، وعندي جوج قطع من جبن المربعات او الجبن ديال الكيري. يمكنكم تستعملوا حتى الجبن المثلث او لافاش كيري. هنا عندي معلقه كبيره ديال البقدونس مقطع، وعندي ايضا الثوم القصبي، يمكنكم تستعملوا حتى البودره الثوم بودره. الاحسن ما تستعملوش الثومه خضراء كتجي مجهده لاننا ما غاديش نشحروها او غادي نقليوها، فاستعملوا اما الثوم القصبي اما الثوم بودره. وكندير الملح حسب الذوق والابزار او الفلفل الاسود، وكنخلط هذا الخليط جيدا بالفرشيطه بهذا الشكل. كنحاول نتاكد انه داك الجبن ديال الكيري يعني مخلط لي جيدا مع هذا الخليط. من بعد كنخويه من فوق الخضار ديالي اللي يكونوا باردين ما يكونوش
السخان باش ما يطيبوش البيض قبل ما نطيبوه في المقلاه. كنحرك هكا تحريكه خفيفه وندوزو باش نطيبوها. فهنا في مقلاه ساخنه وضعت شي ديال الزيت، كنخليو المقلاه تسخن جيدا، من المستحسن تكون مقله ما كتلصقش، وكنخوي فيها الخليط اللي حضرناه من البيض الجبن والخضر بهذا الشكل هذا. كنحاول نبسطو شويه وكنقص العافيه النار مهيله جدا، وكنغطيها بشي غطايه، يعني ضروري نغطيوها ونخليوها على نار هادئه جدا حتى كنحسو بانها تحمرات، وكنقلبوها بشي صينيه وكنحاولوا نرجعوها باش تطيب من الجهه الاخرى وتتحمر، وكنخليوها دائما على نار هادئه جدا حتى كطيب. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الاكله ديالنا، والوجبه السريعه جدا للعشاء. كنقدمها بهذا الشكل، او كنقدم ديك التورتيه مع هاد الشرائح ديال ديك الروميل المقرمشين واللذاذ جدا، يعني وجبه سهله بزاف وسريعه، وفي نفس الوقت راه صحيه ما استعملناش فيها بزاف ديال الدهون، وكتجي لذيذه جدا. نتمنى ان هاد الوصفه تكون نالت اعجابكم وانكم استفدتم من الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش اذا عجبتكم ديروا جيم وتشاركوا في القناه اذا كنتم مازال ما مشتركين فيها باش دائما توصلوا الجديد من الوصفات. شكرا بزاف بزاف على المتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.